السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبت أوقاتكم بكل الخير، هذه نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات تطوير القاهرة التاريخية ويوجه بترميم المباني الأثرية. انطلاق ورش عمل نسخة رابعة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بمشاركة وفود من 196 دولة. مصر تؤكد دعمها للتحرك الأممي الحالي لتحقيق الاستقرار في السودان ومنع انزلاق البلاد إلى دائرة الفوضى. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. التموين تعلن وصول الاكتفاء الذاتي من السكر نحو 90% وسداد مستحقات مزارعي القصب بعد أسبوعين من التوريد. ونجدد لكم التحية وأخبار الرياضة. المنتخب الوطني لكرة القدم يصل إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية. تفاصيل الثامنة، أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة حريصة على تكثيف الزيارات الميدانية الخاصة باستكمال مشروع التطوير لإعادة أحياء القاهرة التاريخية الحضري. جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها لتفقد عدد من مشروعات التطوير لإعادة أحياء القاهرة التاريخية ولمتابعة سير العمل ونسب تنفيذ الأعمال، يرافقه عدد من السادة الوزراء والمسؤولين. انطلاقا من اهتمام الدولة بتطوير المناطق التاريخية وإظهار رونقها الحضاري لتصبح مقاصد سياحية متميزة، جاءت جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، استهلها بتفقد المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم، وتابع أعمال تطوير 48 مبنى بمحيط المسجد وموقف إزالة المباني العشوائية. واستمع سيادته إلى شرح عن الفندق المخطط إقامته بشارع المعز ويطل على درب المغاربة وباب الفتوح. ووجه سيادته بسرعة صرف التعويضات لأصحاب المباني المقرر إزالتها وتشكيل كيان يتولى إدارة وصيانة مباني المنطقة الأثرية. ثم تفقد رئيس الوزراء منطقة درب اللبانة حيث تابع أعمال تطويرها بما في ذلك حديقة مسجد المحمودية المطلة على مسجدي السلطان حسن وعمر بن العاص وسور قلعة صلاح الدين، ووجه سيادته بالاهتمام بالمساجد الأثرية. وواصل رئيس الوزراء جولته بمتابعة موقف تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط والتعرف على موقف إزالة المباني العشوائية بهدف تنفيذ مشروع حضاري متكامل. وتفقد سيادته عزبة أبو قرن التي تم الانتهاء من إخلائها بالكامل من المباني العشوائية والتي تبلغ مساحتها 28 فدانا تمهيدا لبدء تطوير حدائق الفسطاط. وتأكد سيادته من إعادة تسكين قاطنيها وعددهم 3700 أسرة بوحدات سكنية مجهزة بمشروع معن الحضاري بمدينة السلام. وأكد رئيس الوزراء أن ما تم تنفيذه هو إنجاز حضاري غير مسبوق. واستمع سيادته لشرح حول مخطط تطوير محيط جامع عمرو بن العاص وحديقة الاستقبال وممشى البستان والمركز الإبداعي للأطفال وسوق الحرف التراثية. ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من ترميم جامع عمرو بن العاص بالكامل. واستكمل سيادته الجولة بتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، واستمع لشرح من وزير الإسكان عن معدلات التنفيذ التي بلغت 65% والمقرر الانتهاء من المشروع بحلول مارس 2022، وتقدر تكلفة تنفيذه نحو 1.7 مليار جنيه. وأوضح وزير الإسكان أن المشروع تبلغ مساحته 95 فدانا ويشمل تنفيذ 79 عمارة على طراز إسلامي ومباني ثقافية وترفيهية وفندق ومركز تجاري. وتفقد رئيس الوزراء عددا من الوحدات السكنية التي شويدت بمنطقة مجرى العيون، وأشاد سيادته بما تم إنجازه مشددا على ضرورة الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة وبالكفاءة المطلوبة. محمد شعبان، التلفزيون المصري.
تواصل مدينة شرم الشيخ استعداداتها لإطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي هذا الإطار تعقد اليوم وغدا ورش عمل تحضيرية لتسليط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة، حيث عقدت ورشة عمل بعنوان نحو سياسات مائية رشيدة من أجل الإنسانية، تم خلالها مناقشة قضية ندرة الموارد المائية عالميا بوصفها قضية ملحة ومتعددة الأبعاد، إضافة إلى عرض أفكار ومقترحات شبابية للتغلب على هذه التحديات العالمية. كما عقدت ورشة عمل بعنوان منظور الجيل زاد لعالم بعد الجائحة، والتي تناولت مفاهيم وسمات هذا الجيل وأهمية دمجهم في المجتمع مع بقية الفئات العمرية، حيث يستخدم مصطلح الجيل زاد من قبل العديد من الباحثين لوصف مواليد منتصف عقد التسعينات إلى نهاية عقد الألفية الثانية كنقطة بدء الجيل. ويأتي هذا بينما يتوالى وصول الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم لحضور النسخة الرابعة التي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 من يناير الجاري، ويشارك شباب من 196 دولة من جميع قارات العالم في هذه النسخة. ويعد منتدى شباب العالم حدثا سنويا عالميا يقام على أرض مدينة شرم الشيخ، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، إضافة إلى إرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. من جانبه أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن استخدام تقنيات غير مسبوقة في الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كورونا. كما قامت إدارة المنتدى بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة بإعداد خطة محكمة لضمان سلامة جميع المشاركين، فضلا عن دعم المنتدى بفريق طبي مع إجراء فحص طبي كل 48 ساعة لجميع المشاركين والضيوف الذين يتوافدون على مدينة شرم الشيخ. يدخل ملف حقوق الإنسان ضمن فعاليات منتدى شباب العالم الذي سينطلق، وذلك من خلال نموذج محاكاة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تعد نماذج المحاكاة جزءا مهما من فعاليات المنتدى لمناقشة قضايا ذات اهتمام دولي. الإنسانية هي اللي بتخليك تتقبل الآخر وتتعاطف معاه وتحبه وتفهمه وتسمعه مهما كان مختلف عنك، أو حتى لو كان في بينك وبين بعض خلاف. منذ انطلاق النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم عام 2017 وبدأ الاهتمام بعقد نماذج المحاكاة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان أول نموذج محاكاة ضمن جلسات المنتدى، شارك فيه أكثر من 60 شابا من مختلف دول العالم، ناقشوا ملفات تحظى باهتمام دولي، وفي مقدمتها ملف مكافحة التهديدات الأمنية التي تواجهها الدول من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة. قضية من أخطر القضايا اللي بتقابل الإنسانية كلها النهاردة قضية الإرهاب اللي بتهدد العالم كله. نقاشاتكم تتجمع وتتعمل يتم إخراجها بشكل رائع، ووفد من حضراتكم يسافر للأمم المتحدة يسلمها لي الأمم المتحدة، والخارجية المصرية تساهم وتساعد في تنفيذ هذا الأمر. وخلال النسخة الثانية من المنتدى عام 2018
عقد نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، حيث ناقش الشباب الممثلون ل67 دولة عربية وأفريقية إيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجههم كشباب، إضافة للتكامل الاقتصادي وتبادل الرؤى والأفكار من أجل صناعة مستقبل أفضل للوطن العربي والقارة السمراء معا. في مصر هنا كان نواجه الإرهاب فقط أو التنمية. إحنا لا، إحنا كنا عارفين إن الإرهاب جاي عشان يوقف التنمية في مصر، لكن في مصر إحنا لما يتحركنا قلنا لا، إحنا حتى لو كانت ظروفنا الاقتصادية صعبة إحنا سنعمل بكل طاقتنا وكأننا التنمية بنفس مستوى قتال الإرهاب، وكانت بنفس مستوى قتال الإرهاب. تصدر نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط أهم الجلسات الحوارية بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة عام 2019، حيث ناقش العديد من القضايا الهامة على رأسها تغير المناخ، وأجمع المشاركون على ضرورة اتخاذ التدابير الصارمة للحد من انبعاثات الكربون والتوقيع على المعاهدات ذات الصلة. نحن هنا في مصر بنبذل يعني جهد كبير جدا في إجراءات أو في ملف التحول الرقمي وفي ملف دعم التشغيل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال برضو موضوع أنتوا اتكلمتوا فيه وموضوع مهم جدا خاص بالبيئة، نحن نقوم بخطة ضخمة جدا للتعامل مع البحيرات المصرية التي تطل على المتوسط، وإحنا بنتكلم في 5 بحيرات وبنبذل فيها جهد ضخم جدا. النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم خصصت مساحة لنموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي، وهو ما حظي باهتمام وإقبال الشباب على المشاركة في هذه المحاكاة، نموذج يحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي تستغلها بعض القوى الكبرى للتدخل في شؤون الدول سياسيا. دول بتتكلم بشكل وتدي للإرهابيين وتساعدهم بشكل، دول تتكلم بشكل في العلن وكأدوات بشكل تاني، مصر ما بتعملش كده. شباب العالم يلتقون من جديد على أرض السلام شرم الشيخ لمناقشة قضايا التنمية وإرسال رسائل سلام وازدهار من مصر إلى العالم. هذه النسخة تضاف إلى سابقتها كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب اعتمدتها لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة. محمد شلآمي، التلفزيون المصري. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مطار شرم الشيخ الدولي مراسل أخبار مصر الزميل أحمد بكير. أحمد، بعد التحية، ضعنا في صورة آخر الاستعدادات لإطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم. تحية طيبة إليك عصام، وتحية طيبة إلى الزميلة العزيزة رغدة. بالفعل نتحدث إليكم من مدينة شرم الشيخ، وبدء الاستعدادات التي تجري على قدم وساق هنا في مدينة شرم الشيخ. الاستعدادات تتم بشكل كامل في جميع القطاعات، لكن دعونا نبدأ من مطار شرم الشيخ الدولي باعتباره الوجهة الأولى التي يلقاها المشارك حين وصوله إلى شرم الشيخ. هذا المطار الذي شهد جولة تفقدية وزير الطيران الطيار محمد منار، والذي قام بجولة تفقدية في جميع نقاط مطار شرم الشيخ الدولي من حيث صالات الوصول، وأمر بوضع 4 كونترات تعمل على مدار 24 ساعة لسهولة إنهاء إجراءات المشاركين في المنتدى، كما اطلع على النقاط الأرضية في المطار بالإضافة إلى الحجر الصحي الذي يعتبر حجر الزاوية في الإجراءات الاحترازية بمجرد وصول المشاركين في هذا المنتدى. أيضا أمر بتطهير جميع المصارف الخاصة بالمياه تحسبا لأي تغيرات مناخية، خاصة وأن مدينة شرم الشيخ كان يتساقط فيها الأمطار بنسب قليلة منذ قليل. أما
على مستوى المحافظة، فهناك لجنة عليا للطوارئ تعمل على مدار الساعة برئاسة المحافظ خالد فودة الذي أمر بمنع جميع الأجازات، بالإضافة إلى وضع جميع الاستعدادات هنا في هذه المدينة من حيث تركيب الأعلام الخاصة بالدول وعددها نحو 196 دولة، بالإضافة إلى أعمال طلاء الأرصفة وأعمال التزيين من زراعة التشجير والورود، بالإضافة إلى جولات مكوكية لمحافظ جنوب سيناء لمباشرة هذه الأعمال، حيث قام بجولات تفقدية في ميدان السلام الذي يعتبر أيقونة للمدينة، وأمر بوضع إضاءة حديثة في هذا الميدان مطابقة للمواصفات البيئية. قام أيضا بجولات في مسجد السلام والمناطق المحيطة به باعتباره من المناطق التي يعتاد المشاركون في زيارته، بالإضافة إلى متحف شرم الشيخ الذي أصبح جاهزا باعتباره أيضا إحدى الواجهات الحضارية لمحافظة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ. هناك الكثير من الاستعدادات الأخرى كأيضا تطهير المصارف المائية. كان هناك تجربة منذ حوالي 4 أيام حينما بدأت الأمطار في التساقط بشدة، وكانت هذه التجربة ناجحة إلى حد بعيد في تصريف المياه في أوقات زمنية سريعة، بالإضافة إلى الكثير من الاستعدادات الأخرى كتوفير عدد كبير من مولدات الكهرباء الديزل الكاتمة للصوت تحسبا لأي ظروف طارئة، أو إقامة بعض الاحتفالات التي تقام في الوديان الجبلية. كل هذه الاستعدادات تتم بطبيعة الحال بتنسيق أمني يتم هنا في مدينة شرم الشيخ على أكمل وجه، من حيث تقسيم مدينة شرم الشيخ إلى عدد من القطاعات، كل قطاع أحمد مسؤول. وفيما يتعلق بإجراءات الوقاية من كورونا وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وضع عدد من الأكمنة في مداخل ومخارج المدينة وتمشيط الوديان والتجمعات البدوية التي يبلغ عددها نحو 35 وادي من الوديان الجبلية، بالإضافة إلى غلق تام لجميع المضقات الجبلية. هناك عملية تكنولوجية تتم هنا من خلال الوضع الأمني من خلال استخدام الماسح الضوئي والأشعة تحت الحمراء، والتي تقوم بالكشف عن الوجوه والكشف عن المخدرات. وضحت الصورة. أشكر زميلي أحمد بكير مراسل أخبار مصر متحدثا معنا مباشرة من مطار شرم الشيخ الدولي. كذلك ينضم إلي الأستاذ محمد الصعيدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أستاذ محمد مساء الخير. إذن هذا تجمع عالمي اعتبرته الأمم المتحدة منصة دولية لتبادل الخبرات والثقافات والأفكار، إلى أي مدى الموضوعات التي اختارها المنتدى خصوصا مع خصوصية هذه الدورة فيما التعافي ما بعد جائحة كورونا ومناقشة أيضا الموضوعات المرتبطة بالطاقة، الأمن المائي، السلام والأمن العالمي، المرأة وتمكينها وغيرها من الموضوعات، تبدو بالفعل موضوعات مهمة لإقرار السلم الدولي والعالمي. مساء الخير أستاذ رغدة. مساء الخير أستاذ عصام. أنا سعيد جدا بتواجدي معاكم اليوم عبر الهاتف وبحيي جميع المشاهدين. الحقيقة أنا بحضر المنتدى من ساعة ما بدأ خالص، قبل ما يبقى حتى منتدى شباب العالم من أيام 2016. وانا كنت سعيد جدا ان احنا رجعنا تاني اتجمعنا تحت رعايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكنا مشتاقين لده، كنا مشتاقين للناس اللي بنقابلهم هنا، للجنسيات الجديد، للاختلاف الحضاري والاختلاف الافكار اللي بنقابله هنا في المنتدى كل سنه، وتوقفنا من 2016. طيب استاذ محمد، يعني استاذن حضرتك الاسئله تاني بقى، بس اتفضل. يعني انا كنت اسال حضرتك عن الى اي مدى هذا المنتدى الذي اعتبرته الامم المتحده منصه دوليه لتبادل الخبرات وجمع شباب العالم لمناقشه قضايا السلم والامن الدولي، الى اي مدى يشكل خطوه مهمه على طريق اقرار هذا العمل على هذا السلم والامن؟ بالفعل من توصيات المنتدى السابق، الأمم المتحدة أخذت بعض تلك التوصيات ووضعتها على الأجندة بتاعتها. فالمنتدى بيقدم منتج قوي جدا وبيمتاز باختلاف بالتنوع اللي بين الجنسيات والتنوع بين الباك جراوندز أو الخلفيات للمشاركين فيه.
أهم المشاركات كانت بخصوص طبعا مشروع حياة كريمة، وهو المشروع الأكبر للدولة المصرية. ومن ناحية طبعا الأمن المائي، هناك ندوة عن الأمن المائي والتوصيات بتاعتها حاليا بتعد، وإن شاء الله هيبقى المنتج بمستوى المنتجات اللي كانت قبل كده. طيب، إلى أي مدى أيضا تعكس فلسفة إدارة وعقد هذا المنتدى رؤية القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها في مسألة إشراك الشباب ومسألة دمجهم وجعلهم جزء من صناعة القرار في الدولة؟ كانت الدولة المصرية بتعاني قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية الحالية بتمكين الشباب. وطبعا احنا لما بنتكلم عن تمكين الشباب، احنا بنتكلم عنه ان تمكين الشباب هو مش غاية بل هو وسيلة. بمعنى ان الهدف مش ان انا فقط امكن الشباب، الهدف ان احنا ننهض بدولتنا ونفتح لنفسنا مجالات اكتر وندخل دم جديد في عملية صناعة القرار. يمتاز طبعا الشباب بقدرة عمل، يمتازوا بطاقة جديدة، فده بيقدم للدولة المصرية على طريق تطور منتج قوي جدا. وبطبيعه الحال زي ما كنت بقول لحضرتك ان كان الموضوع ده مهمل قبل سياده الرئيس، لكن مع القياده السياسيه الجديده شفنا نماذج شبابيه كثيره، منها طبعا تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين وبرنامج الرئيسي لتاهيل الشباب للقياده. شباب بيتم تاهيلهم واعدادهم على احدث الاساليب وعلى احدث العلوم الجديده. واضح. وبيمكنوا وبيتم تمكينهم بعد ما بيثبتوا جداره، وبيتم طبعا محاسبتهم بمنتهى الشده على نجاحاتهم وعلى شغلهم كله اجمالي. هم حتى مفهوم. نعم، أنا أشكرك الأستاذ محمد الصعيدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع. التحالف العربي يلوح باستهداف مينائي الصليف والحديدة بسبب أعمال ميليشيا الحوثيين العدائية انطلاقا منهما. الهدوء يعود تدريجيا إلى ألماتا، والسلطات الكازاخية توقف الرئيس السابق لجهاز الأمن بتهمة الخيانة العظمى. قالت الأمم المتحدة إنها ستدعو القادة العسكريين والأحزاب السياسية والفصائل السودانية الأخرى للمشاركة في عملية سياسية تهدف إلى إنهاء الأزمة الراهنة. وجاء في بيان للمنظمة الدولية إنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين للمشاركة في تلك العملية. هذا وأعربت مصر عن دعمها للتحرك الأممي الداعم لتحقيق الاستقرار في السودان، وأكدت وزارة الخارجية أن تفعيل الحوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة والحيلولة دون الانزلاق للفوضى. وناشدت الوزارة الأطراف السودانية اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي وتشكيل حكومة في أقرب وقت، معربة عن استعداد مصر لدعم الحكومة المنتظرة بكافة السبل الممكنة. وشددت مصر على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمنها واستقرارها والمنطقة ككل. حذر التحالف العربي في اليمن من أن الأعمال العدائية للحوثيين ستؤدي إلى اعتبار مينائي الصليف والحديدة أهدافا عسكرية مشروعة. وفي مؤتمر صحفي أبدى الملكي رغبة التحالف في التوصل إلى حل سياسي شامل، مشيرا إلى أن الحوثيين دأبوا على استخدام مواقع مدنية ما يسقط الحصانة الدولية عنها. الحوثيين عندما يستخدمون الأعيان المدنية وعليهم إعادة التفكير مرة أخرى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني هم يسقطون الحصانة. استخدام أي عين مدني في القانون الدولي الإنساني، الشخص أو المنظمة التي تسيء استخدام
الحصانة أو الحماية القانونية في القانون الدولي الإنساني هو يسقط هذا العين المدني، وبذلك يكون هدف عسكري مشروع. ذكر مواطنون بشمال نيجيريا أن 140 شخصا على الأقل قد قتلوا خلال الأسبوع الجاري على يد مسلحين قاموا بارتكاب جرائم لقطع الطرق. وأفاد شهود عيان أن مئات من المسلحين قاموا بمهاجمة 10 قرى وسط وشمال غربي نيجيريا خلال الأيام الماضية، وأطلقوا النار على الأهالي ونهبوا وأحرقوا المنازل. وأتي ذلك في إطار انتشار لأعمال العنف بنيجيريا على يد عصابات إجرامية وضعتها الحكومة النيجيرية رسميا على قوائم الإرهاب. أفاد موظفو إغاثة بمقتل 56 شخصا على الأقل وإصابة 30 آخرين في ضربة جوية إثيوبية على مخيم لنازحين شمال غرب إقليم تيغراي. نقل موظفو الإغاثة عن السلطات المحلية وشهود أن ضربة جوية استهدفت مخيم لنازحين في تيغراي قرب الحدود مع إريتريا، بينما أكدت السلطات المحلية عدد القتلى مشيرة إلى أن المصابين نقلوا للمستشفيات وكان بينهم العديد من الأطفال. أعلنت سلطات كازاخستان توقيف الرئيس السابق لجهاز الأمن بتهمة الخيانة العظمى، وكذا توقيف أكثر من 4000 شخص على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي. في هذه الأثناء دعا رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزاربايف الشعب إلى دعم الحكومة في مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد، وشدد على ضرورة الالتفاف حول رئيس توكايف لتجاوز هذه الأزمة. بهدوء الموقف شيئا فشيء مع إعلان الرئيس قاسم توكاييف استعادة النظام الدستوري في البلاد، أعلنت السلطات في كازاخستان توقيف الرئيس السابق لجهاز الأمن بتهمة الخيانة العظمى. كما أحصت الحكومة حصيلة الاضطرابات التي تفجرت بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي، مشيرة إلى عشرات القتلى في صفوف قوة الأمن والمحتجين، فضلا عن أكثر من 4000 شخص تم اعتقالهم. وأعلن توكاييف 10 يناير يوم حداد وطني على أرواح الضحايا الذين سقطوا في أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد. في الأثناء دعا رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزاربايف الشعب إلى دعم الحكومة لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد، وشدد على ضرورة الالتفاف حول الرئيس توكاييف لتجاوز هذه الأزمة. وعززت قوات من الجيش والشرطة انتشارها في الشوارع للتصدي لأي أعمال شغب، بينما قدرت الغرفة الوطنية لرجال الأعمال في كازاخستان حجم الخسائر التي تكبدتها الأعمال التجارية في البلاد جراء أعمال الشغب بأكثر من 200 مليون دولار. من جهتها سمحت الولايات المتحدة لجزء من موظفيها في القنصلية الأمريكية بمدينة ألماتا الكازاخية وأفراد أسرهم بالمغادرة، كما أوصت واشنطن رعاياها بعدم السفر إلى هذا البلد بسبب الاضطرابات. وذكرت الخارجية الأمريكية أن الاحتجاجات التي خرجت في 2 يناير الجاري أدت إلى إلحاق أضرار في البنية التحتية والمباني الحكومية، وحذرت من إمكانية تطور مثل هذه الأحداث بسرعة كبيرة ودون إنذار مسبق. في سياق متصل أعلنت السفارة الروسية لدى كازاخستان أن طيران النقل العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية سيقوم بإجلاء الروس من كازاخستان الأحد، وسط تقارير عن مخاوف من وقوع هجمات على أبناء القومية الروسية الذين يعيشون في كازاخستان بعد تدخل موسكو لإخماد موجة الاحتجاجات. اجتاحت فيضانات عارمة ولاية واشنطن، وذلك بعد الأمطار والثلوج الكثيفة التي سقطت عليها، حيث بدت الطرق والمزارع والمنازل وقد غمرتها المياه، كما أغلقت العديد من الطرق الرئيسية في الولاية. وذكرت مصادر أن أكثر من 50,000 مواطن انقطعت عنهم الكهرباء، وذلك على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة بسبب الفيضانات. لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم بعدما علقوا داخل سيارتهم خلال عاصفة ثلجية في مدينة موري الجبلية بشمال باكستان. أشارت الداخلية الباكستانية لأن الجيش يحاول فتح الطرق وإنقاذ الأشخاص الذين لا يزالون عالقين، وأعلنت سلطات منطقة موري كمنطقة منكوبة. ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة محافظة مينيوان بمقاطعة شانغهاي شمال غربي الصين،
وأكدت وزارة إدارة الطوارئ الصينية أنه تم إرسال فريق عمل للمقاطعة لتقديم الدعم إلى السكان المحليين وتفقد وفحص وضع الكارثة وتأمين سكن للمتضررين، ولم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا حتى الآن. تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في حادث التصادم الذي وقع بين سيارة أجرة وحافلة بالطريق الساحلي في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء. ذكرت النيابة العامة أن فريقا من محققي النيابة انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته، وكذلك إلى المستشفيات لمناظرة جثمين المتوفين وسؤال المصابين، حيث يجري استكمال التحقيقات. كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت وفاة 16 شخصا وإصابة 18 آخرين في الحادث، وأشارت إلى أنه تم الدفع 13 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بينما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقريرا حول جهود لجنة الاستغاثات الطبية خلال العام الماضي، وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار جهود اللجنة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين. وأوضح التقرير أنه تمت الاستجابة خلال العام الماضي ل 7051 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي. تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري في محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، حيث تابع تطوير ورفع كفاءة طرق دمياط المنصورة المحلة، طنطا غرب النيل والدولي الساحلي ودائري المنصورة وكوبري الجامعة. وأكد وزير النقل تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي بورسعيد إلى السلوم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مشروع دائري المنصورة وكوبري الجامعة ورفع كفاءة ازدواج طريق طلخة شربين. تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، مما أسفر خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6327 قضية تمويلية متنوعة، وضبط 1333 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 7020 أرجيلة، إضافة إلى غلق 5267 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 51696 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9193 قضية تموينية متنوعة، من بينها 204 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 40789 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 24 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 481703 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8965 قضية تموينية بمضبوطات وزنت 2139 طن و876 كيلو سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 251651 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 30577 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة
لعدد 3923 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 202 سائقا منهم، كما تم المرور على 241 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 802 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية سائقين منهم، كما تم فحص 792 مركبة، تبين مخالفة 26 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، كما تم رفع 415 سيارة و68 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 20144 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 283 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات شركات سياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 75061 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 61,830,645 جنيه. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 253 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبط خلالها 158 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، كما تم ضبط 95 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 23 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 138,754,105 جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,722 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,188,457,000 جنيه. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 9,645,793 جنيه. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسما توضيحيا يسلط الضوء على حصاد وإنجازات قطاع الأوقاف خلال العام الماضي، واستعرض التقرير جهود نشر الفكر الوسطي وتجديد الخطاب الديني، موضحا أنه تم إصدار ونشر كتب تحقق هذا الهدف. وفيما يتعلق بالتدريب والمبادرات التثقيفية، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ 429 برنامجا تدريبيا ودورة لأكثر من 57,000 إمام وواعظ وإداري ومعلم ومعلم تربية دينية، فضلا عن إطلاق 50 صالونا ثقافيا ولجنة علمية وندوة ضمن الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. والآن جولة في أخبار المال والأعمال مع شروق عماد الدين. أخبار المال والأعمال نشرة الثامنة، أهلا بحضراتكم. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإجراء هيكلة منظومة الدعم، وأنه تم تشكيل لجنة لهذا الغرض تضم وزارات التموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتنمية المحلية والداخلية، فضلا عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة وعدد من الجهات المعنية. جاء
الأدر خلال اجتماع عقد لمتابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية ووزيرة التضامن الاجتماعي، حيث أكد مدبولي أن الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعليا الفئة الحقيقية المستحقة للدعم في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة. أعلنت وزارة التموين والتوريد نحو 200 ألف طن قصب منذ بداية الموسم في 28 من ديسمبر الماضي وحتى الآن، مشيرة إلى أنه يتم سداد مستحقات المزارعين مباشرة عن طريق البنوك بعد 15 يوما من التوريد بقيمة 90%. كما نوهت الوزارة أيضا إلى أن حجم الاستهلاك المحلي يبلغ نحو 3,200,000 طن سنويا، وأنه تم تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 89%. هي حالة الرضا عند أبو يوسف وغيره من المزارعين حول أسعار التوريدة لقصب السكر بعد أن وصل إلى 810 من الجنيهات هذا العام. تلبية الطلب ورفع السعر 90 جنيه برضو اديتنا دفعة، وإحنا مش معترضين على أي حاجة ثاني، لازم يكون لنا دور، يا إما شركة انهار يا إما إحنا ما نزرعش قصب. طب وإحنا من غير الشركة ومن غير المصنع حركتنا احتجب، يعني الطن احنا راضيين على اسعار والحمد لله. الانتاج الذي سوف يصل الى 10 ملايين طن من القصب سوف ينتج 1,000,000 طن من السكر كمنتج نهائي بحسب القائمين على الامر. طن القصب بيدي شوال سكر 100 كيلو، ولما تكون الجودة بتاعته مرتفعة، وده بيتوقف على المزارع نتيجة التسميد والخدمة والزراعة الحديثة اللي الدولة جاي ما بيها حاليا، ده بيؤدي إلى ارتفاع بدل ما يبقى 100 كيلو بقى 110-115 كيلو، ممكن يوصل ل 120 كيلو سكر. فالمصانع التي امتلأت بالموردين لقصب السكر من كل مكان بدأوا على هذا الحالة. هنا كومومبو أحد مصانع السكر العاملة التي كانت على موعد لزيارة رئيس الشركة للاطمئنان على عمليات التوريد. الزيادة الحقيقية اللي ممكن يحصل عليها الفلاح هي الزيادة اللي هتنتج عن زيادة الطن المزروع، مش زيادة الطن القيمة المالية للطن. يعني احنا متوقعين ان شاء الله ناخد 9,500,000 طن قصب ننتج منهم حوالي 1,000,000 طن سكر ان شاء الله. ما على المزارع إلا أن يذهب إلى مصانع قصب السكر التي تمتد من أسوان حتى المنيا لتوريد محصوله الذي زاد إنتاجه بعد دعم الدولة له لأكثر من 30%، ليتسلم بعدها مستحقاته خلال 20 يوما. مجرد ما بيورد ويتوزن ويتفرغ بينزل بالحاسب الآلي، وبعد كده بياخد فلوسه عن طريق الفيزا كارت بتاعته في البنوك المختلفة. لأكثر من 100 يوم سوف يستمر التوريد اللي تبدأ خلالها عمليات توريد البنجرة ليصل إنتاج مصر من السكر إلى 90%. خلف هذا المشهد حكايات كثيرة، حكايات قد بدأت في السنوات السبع الأخيرة للوصول إلى سعر يرضي الكل سواء المورد أو المستهلك. رمضان الشحات، التلفزيون المصرية. استعرض وزير الإسكان عاصم الجزار الموقف التنفيذي للمشروعات التي نفذتها شركة مياه الشرب بالإسكندرية خلال العام الماضي، والتي شملت مجالات العمل تماشيا مع مبادئ التنمية المستدامة ومحاور رؤية مصر 2030. وأكد الوزير أن الشركة قامت بالعديد من المشروعات لتحسين الخدمة للمواطنين ولخفض شكاوى المواطنين الخاصة بضعف وانقطاع المياه، والتي شملت إحلال وتجديد ومد للخطوط والشبكات بعدة مناطق بالمحافظة، من المنتزه شرقا مرورا بأبيس بوسط المحافظة والدخيلة بغرب المحافظة انتهاءا بالنوبرية جنوبا. قالت الدكتورة هلا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 2021-2022 تبلغ 2,400,000,000 جنيه، مخصصة لتنفيذ 191 مشروعا تنمويا. جاء ذلك في تقرير للوزارة حول توجيهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي الحالي ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030.
توقعت الهيئة العربية للطاقة المتجددة أن يصل حجم الاستثمارات العربية بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2040. وقالت الهيئة إن العديد من الدول العربية خطت خطوات عملية من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني عام 2050، مؤكدة سعيها إلى تحقيق رسالتها السامية والنبيلة لخدمة المجتمعات العربية والحكومات العربية لتحقيق السيادة في الطاقة والاكتفاء الذاتي من خلال التحول في الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة العربية. تراجعت أسعار النفط عند التسوية، حيث تأثر السوق بمخاوف حول الإمدادات بفعل اضطرابات كازاخستان وانقطاعات الإنتاج في ليبيا، بجانب صدور تقرير التوظيف الأمريكي الذي جاء دون التوقعات وتأثيره المحتمل على سياسة المجلس الاحتياطي للتحدي. وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت بما يقارب ربع الدولار لتبلغ عند التسوية 81 دولارا و75 سنتا للبرميل. وهبطت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بنحو 56 سنتا لتبلغ عند التسوية 78 دولارا و90 سنتا للبرميل. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه البطولة. بعد الفاصل نستعرض الأحوال الجوية والطقس مع نهى محمود. مشاهدينا أهلا بكم. والنشرة الجوية، يسود طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ جنوبا نهارا، شديد برودة ليلا وفي الصباح الباكر، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة شمالا حتى شمال الصعيد وسيناء، والبحر المتوسط مضطرب. وعن سيناء فطقس مائل البرودة شمالا، دافئ جنوبا نهارا، شديد برودة ليلا، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وأمطار متوسطة رعدية أحيانا جنوبا، والبحر الأحمر معتدل. وعن التوقعات الثلاثة أيام القادمة، نبدأها من القاهرة. الأحد 8/16، الاثنين 8/16، والثلاثاء 9/18. أما عن شرم الشيخ، الأحد 15/24، الاثنين 14/22، والثلاثاء 15/21. وأخيرا مع الأقصر، الأحد 10/24، الاثنين 9/22، والثلاثاء 9/22 أيضا. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيلي لدرجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 8/16، الإسكندرية 9/16، دمياط 9/17، بورسعيد 9/17 أيضا. العريش 8/18، رفح 8/18، الإسماعيلية 8/17، السويس 9/17. مطروح 8/16، وادي نطرون 9/16، منصورة 8/16، طنطا 8/16. دمنهور 8/16، سانت كاترين 0/15، الغردقة 14/24، شرم الشيخ 15/24، الفيوم 6/17، المنيا 5/17، أسود 5/17، سوهاج 8/19، قنا 9/22، الأقصر 10/24، الوادي الجديد 5/22، وأسوان 11/25، حلايب 16/25، شلاتين 15/26، أبو رماد 15/26، رأس حضربة 15/25. ختم النشرة، ونذكركم بأهم ما عرضناه. رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات تطوير القاهرة التاريخية ويوجه بترميم المباني الأثرية. انطلاق ورش عمل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بمشاركة وفود من 196 دولة. مصر تؤكد دعمها للتحرك الأممي الحالي لتحقيق الاستقرار في السودان ومنع انزلاق البلاد إلى دائرة الفوضى. دائما المزيد عبر مسبيرو.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.